أعزائي طلاب الصف الثالث ثانوي، يسرنا اليوم أن نقوم بعمل مراجعة حسب مواصفات البوكلت لامتحانات التي سوف تقوم بأدائها يوم الخميس القادم إن شاء الله. والنهاردة اخترنا مراجعة نهائية وعامة للصف الثالث ثانوي 2020، وفاينل تيست الاختبارات النهائية، فاينل تيست نمبر 3 بنظام البوكلت. واخترنا اهم جمل، الجمل اللي انت متأكد من اختيارها احنا سيبناها ليك. وطبعا ان شاء الله انت يعني انا على علم ان انت على معرفة تامة بكل شيء ان شاء الله في الامتحان وموفق، ولكن الجمل اللي هي فيها اجزاء يعني قد يخامرك فيها الشك احنا حبينا نجيبها، لكن الجمل السهلة العادية استبعدناها. فأول جملة أعزائي الطلبة تقول: ذا كمباني، الشركة، از لوزينج ماني، الشركة تخسر أموال، اللي يساوي ذا كمباني از ميكينج لوس، تخسر، اند ات هاد تو ميك، واضطرت إلى أن تقوم بتسريح بعض العمال، سم اوف اتس امبلويز، هو الكلمة ريدندنت تسريح عمال يعني الاستغناء عنهم، doing without them، values قيم بعيدة جدا، fainting، fainting معناها إغماء، ولو قلت faint قرار يبقى لهم باهت، unconscious، unconscious غير حريصة وغير واعي، فأقرب كلمة لي the company is making أو is losing the money and it had to make some of its employees redundant. تسرحهم يعني they are fired يفصل من العمل أو they are sacked يتم فصل من العمل. فدي التعبير ده كويس قوي يعني ممكن جمهور الاختيار. The businessman's was destroyed دمرت when he was arrested عندما ألقي القبض عليه bribing bribing a clerk يقدم رشوة لموظف ونشوف ايه اللي اتدمر. qualification مؤهل intention نية قصدة reputation بمعنى سمعة وانت عارفها الجملة دي irritation بمعناها تهيج irritable سريع الغضب و irritating مثير. فدي التعبيرات اللي عندنا في نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 وجملة سهلة برضو في الاختيار. والجملة بتقول in the poem in the poem في القصيدة the poem where there is a very strong there is a very strong of wisdom of wisdom as a female. والاختيارات اللي عندنا اختيارات كويسة جدا. forming paraphrasing personification personification واخر كلمة عندنا exploitation. وطبعا بيهمنا شرح الكلمات لان ده اختيار ان شاء الله سهل. بيقول لي in the poem في القصيدة ممكن يقول لي مثلا the poet شاعر there is a very strong يوجد كذا قوي جدا of wisdom من الحكمة
as a female كأنثى. وهنا forming تكوين أو تشكيل طبعا بره اللعبة. paraphrasing شرح، paraphrase اشرح. personification تشخيص أو شخصنة أو تشخيص، اللي هي تساوي incarnation. incarnation بمعنى تجسيد لمعنى. exploitation بمعنى استغلال، وهنا استغلال طيب للشيء. يبقى in the poem there is a very strong personification of wisdom للحكمة as a female. الجملة اللي بعديها ثلاثة وأربعة help، وهلب تعبير لو جورة تعجب يبقى النجدة. help بعد كده اللي بيقول كام ده بيقول the homework، وده booklet number season قلت لك it's a homework. و up by the dog، والاختيارات اللي عندنا was tor tears، اللي بعديها steering is tearing، اخر اختيار عندنا واختيار سهل is being torn. شوف معنى الجملة. اول حاجة عزيز الطالب torn وtear وكل ده معنى كلمة tear تيجي بمعنى يمزق شيء، يمزق مثلا ورقة. وtear بمعنى يدمع، تدمع للعين. هنا help النجدة أغيثوني وهكذا. the homework الواجب، الواجب ده المفعول أساسا بتاع الجملة، وهنقول جات ازاي. up by the dog، by the dog هنا بواسطة الكلب أو من قبل الكلب، بالجملة دي مبنية المجهول على طول. مفيش شكل عندي ينفع مبني المجهول إلا is being torn. is being torn مقطع يمزق. was لو جاب لي torn التصريف الثالث كانت تبقى جملة يعني فيها يخمرني فيها شك، لكن هنا help في الوقت الحالي يبقى ده مضارع مستمر مبني المجهول. أساس الجملة the dog steering my the homework. the dog steering the homework مضارع مستمر مبني مجهول، فاخترنا is being torn كجملة عادية جدا وتقليدية. الجملة اللي بعديها this book is made of twelve separate short stories. وده بوكلت سي ممكن ترجع له كل شورت ستوريز. وحروف الجر اللي جابها على اساس ميك وهنوضحها. اول حرف جر عندنا up in up in out for. وحروف الجر اللي هي موجودة مع الفاء ده هنقول ايه معنى الفاء. فالاختيار اللي عندي اساس الجملة make out of، وmake out of هتساوي make from، وعايز يقول لي هذا الكتاب يتكون من 12 قصة قصيرة منفصلة، يعني كل قائم بذاته.
يبقى this book is made out of مكون من so consists of. الجملة اللي بعديها جملة سهلة برضو. She gets her son. She gets her son his homework by promising him عن طريق أن تعيده promising him ice cream when he has finished. والاختيارات اللي عندنا برضو على get to do do doing to do to doing. والاختيارات اللي عندنا هنا انا عندي get someone to do something يجعل شخص يقوم بعمل، لكن make someone do مصدر بدون to، ولو بنيت المجهول تبقى ايه was made to is made to. يبقى هنا she gets her son his homework by promising عن طريق ان تعده به ايس كريم عندما ينتهي من اداؤه. get to مصدر يبقى she gets her son to do. الجملة اللي بعديها جملة سهلة وده البوكليت رقم 3. اي ودي جمل كويسة بتاعت ايذر ونايذر وبوث واول وهاف وايتش وايفري، دول مهمين جدا لابد اي امتحان ياخذ منهم. اي كان بارك استطيع ان اركن سيارتي اي كان بارك اون سايد of the street. والاختيارات اللي جاية دي اختيارات مهمة، either both all. وقبل ما نقول الشرح بتاعنا either إما كذا أو كذا لشيء مفرد، يعني لو واحد ماشي في الشارع وأنا مش متأكد منه أقول مثلا he is either a doctor or a teacher. neither ليس هذا ولا ذاك وبيجي وراها مفرد. both كلاهما للمسمى. all لأشياء تعد أو لا تعد، أقول مثلا all students are clever و all bread is fresh، كل الخبز الموجود طاز. يبقى I can park on side مفرد، مفيش يبقى either side ايا من الجانبين معناها او على اي جانب من الشارع. I can park on either side، لكن لو جمع sides والشارع ليه جانبين فقط كنت اخد both sides. فالجملة اللي بعديها برضو جملة سهلة. In the past الجملة بتقول in وده booklet 3 in the past sailing ships sailing ships had two
report the sales. والاختيارات دي مبنية على كلام موجود في الوحدات بولز، ونقول معنى الفرق ستيكس ستيكس ماستس ماستس تاورز. وجملة سهلة وعندنا كلمتين بس متقاربتين اللي هي ماستس وبولز اللي ممكن يعني اتكلم عنهم. فالجملة اللي عندها ديات ترجم معناها الاول وبعد كده نختار. بولز بول بمعنى عصا قصيرة، عصا قصيرة. ولو رجحت كده بذاكرتك لو فاكر قصة جاليفر ذا ترافلز بيقول زي بوت سام بولز ان هيز نوز، وضع بعض العصاوات القصيرة في انفه. ستيكس عصاوات طويلة، عصاية طويلة. ماستس صاري زي صاري العلم. تاورز أبراج. بأقرب حاجة قال لي إن ذا باست في الماضي سيلينج شيب السفن الشراعية هاد كان بها تو سبورت ذا سيلز لكي تدعم تقوي تسند الشراء. وجاب بولز وستيكس ماست الصاري علم تاورز أبراج. فأقرب حاجة هاخد كلمة ماستس وده تعبير كويس وصحيح عندي. الجملة اللي بعديها جملة مهمة جدا، جملة مهمة خالص، وأي امتحانات لتالتة ثانوي لا تخلو من تو سو ذات ساتش ذات انف. فالتعبيرات الروابط دي لابد من جملة. فالجملة اللي احنا جايبينها قال هي هاز 5 children، هي هاز 5 children عنده 5 أطفال and his flat شقته his flat isn't ليست for each لكل واحد منهم for each one to have a room لكي يكون عنده كل واحد شقة حجرة خاصة أو to have his own room to have a room أو to have his own room حجرته أو a room of his own. الاختيارات اللي عندي so big، اللي بعديها too big، اللي بعديها enough big enough. وهنا القاعدة عندنا مبنية على اختيار يعني محكم. He has 5 children 5 أطفال and his flat isn't شقته ليست for each one لكل ابن من أبنائه to have a room on his own بمفرده أو sorry of his own ملك أو لي. وعندي هنا too big المكمل ليها انا عندي سو وذات. تو صفه او ظرف وتو صفه وانف لدرجه تكفي كذا. فالجمله اللي عندي انا هنا انف تو حاجه، يبقى هي هاز 5 children and his flat isn't big enough صفة زائد تو. لان خلي بالك لو هنا ده نفي يبقى مش هينفع معانا في نفي تاني، يعني مش هجيب تو اطلاقا. وهنا جاب الصفة قبل enough والصفة بعد enough. الجملة اللي بعديها جملة سهلة
والجملة بتقول grandma دي grandma و grandpa بلغة الأطفال جدتي grandma always kept always kept دائما كانت تحتفظ ب a sum of money a sum of money مبلغ من المال a sum of money away in case there was a أو an والاختيار بتاعنا الاختيارات اللي عندنا indulgence emergency race speech وهنا الجملة واضحة يعني قبل ما نشرح الجملة هنا speech بمعنى خطاب يلقيه الشخص في مكان وخلي بالك وافتكر ده معاه ثلاثة افعال ينفعوا make و give و deliver يلقي خطاب deliver و a speech يعني لو قلت مثلا the president السيد الرئيس will make or will give or will deliver an important speech خطاب مهم يبقى أيا من الأفعال الثلاثة ده صحيح جدا نرجع لجملتنا indulgence بمعنى انغماس في عمل أو تيجي indulgence ثاني بمعنى سقوق emergency في طوارئ اللي هي أشياء unexpected things أشياء غير متوقعة ليه السباق speech خطاب يبقى هنا جدتي كانت تحتفظ بمبلغ من المال في حالة أو لربما in case معناها لربما there was an emergency الجملة اللي بعديها وبرضو جمل كويسة وسهلة أو أن is a set of books مجموعة من الكتب set of books deals with تتعامل مع every branch of human knowledge of human knowledge المعرفة الإنسانية والاختيارات اللي عندنا غيرت اختيار عشان لما ترجع لبوكلت فاينل تيست 3 هتلاقينا مغير كلمة للإفادة فأول اختيار عندنا ده اختيار ما كانش موجود في القطعة في الاختيار 4 سيجنيتشر انسايكلوبيديا ارتكل واخر كلمة عندنا بايوغرافي وقبل ما نشرح الجملة نتوقف عند بعض الكلمات وهي كلمة signature تيجي بمعنى ملزمة من 16 ورقة طبعا ملزمة من 16 ورقة مش هتنفع تتعامل مع كل فرع من فروع المعرفة الإنسانية يبقى دي ايه برا اللعبة انسايكلوبيديا وانت عارفها معنى موسوعة
ارتكل مقال وتيجي بند لو في قانون بيوجرافي سيرة، ولكن سيرة بيكتبها شخص عن آخر، لكن لو الشخص بنفسه كتب السيرة بحطها قدامها كلمة أوتو بايوجرافي. يعني أقول مثلا طه حسين was a very imaginative writer، كان واسع الخيال. When he wrote، عندما كتب his autobiography، سيرته الذاتية، لكن دي سيرة يكتبها شخص عن آخر. يبقى الاختيار اللي عندي encyclopedia، وده اختيار سهل وصحيح. الجملة اللي بعديها My father give us a real scare when he suddenly والاختيار اللي عندي now he is better، ولكن الآن هو أفضل حالا أو أفضل صحة. والاختيارات اللي عندي غيرت اختيارا عشان ما ترجع لهم coughed slipped fainted sneezed. واختيارات كويسة جدا. بيقول والدي أرهبنا خوفنا أفزعنا عندما هو فجأة، ولكن حاليا now he is better، هو أحسن حال أو بحالة صحية جيدة. والاختيارات الأربعة عندي قف بمعنى يسعل يعني كحة، سلبت نام فينتد أغمية أو أغشية عليه، أغمية أو شعرية فينتد معناها بكام أنكونشاس فاقد الوعي، وسنيزد بمعنى عطسة. يبقى my father gave us a real scare when he fainted but now he is better. الجملة اللي بعديها هذا عشان برضو بربطنا شيء آخر، ودي جمل سهلة. والجملة بتقول ترجم إلى الإنجليزية ترجم إلى الإنجليزية، والترجمة اللي عندنا دي وخطة بالنص هنا بتقول ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة هم أفراد في المجتمع، هم أفراد في المجتمع، هم أفراد في المجتمع ويجب أن يكون لهم دور فاعل، ويجب أن يكون لهم دور فاعل وحقوق إضافية. فالجملة دي جملة سهلة، وطبعا الدولة بتولي ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام بالغ. فأنا لو ترجمتها أقول مثلا people أو persons، أنا خلينا people with special needs، ولو خليتها persons ماشي، بس يفضل إن person الجمع بتاعها people الجمع أفضل يعني عندي.
people with special needs are members, وممبرز افراد اعضاء في مجتمع في نادي. members of society, مجتمع. society. and must have, ويجب ان يكون لديهم. must have, must have an active role او an effective role. an active role, دور فعال. and additional rights. وترجمة سهلة جدا. يبقى كده اعزائي قلنا people with special needs are members of society and must have an active, an effective, an important role or part and additional rights. ولو انت نسيت additional خليها more rights. الجملة الأخيرة اللي عندنا بتقول إن الرياضة هي او عبارة عن وسيلة للحصول على جسم سليم معافى كما انها وسيلة للتخلص من الأمراض. ودي ترجمة سهلة جدا ودي ننهي بيها الفيديو بتاعنا دواتي. وعلى اساس ممكن اقول سبورت از واي تو وسيلة تو جيت هيلسي بودي وسيلة للحصول على او امتلاك جسم سليم معافى. وبعد كده كمل لي and it is also and it is also وهي ايضا it is also a way to او a means to a way to وهنا get rid of to get rid of والأمراض اللي ليها أعراض ومواصفات وعلاج disease لكن illness المرض اللي هو الشخص اللي هو بحالته اللي هو مريض to get rid of diseases. وقبل ما ننهي الفيديو فكر بكلمتين كويسين جدا عرف لنا كلمات من الأحداث الجارية وإن شاء الله هنتعمق في الجزئية اللي جاية دي تبقى مفردات هامة ممكن تلاقي منها في امتحان. ادي الكلمة دي عندي ودي بتستخدم باللغة العربية حاليا فيس ماسك اللي هو قناع الوجه وكلمة الكلمة دي كلمة كويسة جدا ريسبيريتور اللي هي الكمامة اللي بنرتديها في ظل كورونا فيروس. يبقى فيس ماسك قناع الوجه
ريسبيريتور كمامة. اقفل الكلمتين دول، والفيديو الجاي ان شاء الله هنكتبه مفردات فقط في قناة فري انجلش. تتمنى لكم النجاح والتوفيق، وانتظروا المزيد والمزيد ابتداء من يوم السبت ان شاء الله حتى يوم الاربع بالليل. هتلاقوا كل يوم فيديوهات يعني تراجع مراجعة سريعة، ولو امكننا او تمكننا من عمل بث مباشر لحل اكبر كمية من البوكلت هيكون يعني ده شيء كويس جدا. فتمنيات قناة فري انجلش لكم بالنجاح والتوفيق، والى لقاء متجدد. استودعكم الله.